كابتن جوهر نبيل احد اساطير كره اليد بقى في مصر. اعتقد يعني النهارده انت اكثر الناس سعاده بفوز الفريق وتحقيق بطوله كبيره زي كده، يعني شفت البطوله ازاي وتابعتها ازاي؟ طبعا حاجه محترمه، حاجه مبسوطه، بطوله طبعا جميله جدا، كبيره، عظيمه، بطوله افريقيه بتضاف للنادي الاهلي وفريق كره اليد. انا بشكل شخصي طبعا مبسوط للفرقه وشايف ان الفرقه نهت موسم جيد جدا السنه اللي فاتت بمكسب الكاس، ويمكن كان في زياره قبل ما يطلع على المغرب، كنت حاسس ان الروح دي روح المكسب. يمكن مش عايز اخد وقت اطول على الكاميرا لان معايا كابتن رؤوف عبد القادر وكمان الزميل طارق قنديل واللعيبه ابطال افريقيا ياخدوا الوقت الاطول في الاحتفاليه دي. بشكرك جدا.